مسا مسا على كل عشاق دحيح الأفلام. تخيل طول عمرك بتسمع عن عبدة الشياطين، بس لقيت نفسك مرة واحدة واقع وسط مجموعة كبيرة منهم. ومش بس كده، دول عايزين يخلوا إبليس يعيش ويصطنع في هيئة إنسان. تفتكر هتبقى درجة خوفك واصلة لفين؟ أكيد هتبقى زي لورا في فيلم ذا ديفل كونسبريسي، واحد من أكتر الأفلام العباسية اللي صدرت سنة 2022. وبيبدأ بالراوي هو بيقول لك ان ابليس مرضيش يسجد لادم واتنفى على الارض، بس اول ما نزل على الارض ميخائيل ما سابوش وراح ماسكه وقرر يحبسه لانه كان عارف نيته انه يفسد في الارض بشكل كبير، وسحبه على الجحيم وراح حاطط سلسله على رقبته ومثبتها بالسيف بتاعه. وان ابليس فضل يزعق ويتعصب ويقول انا هرجع وهخرج وهدمرك انت وكل الملائكه والبشر وهدمر كل اللي وقفوا ضدي وحاولوا يبعدوني عنهم. وبعدين بنعرف ان ابليس بدأ يلم حواليه مساعدينه ورجالته في الجحيم ويستعد للحظة اللي هو يخرج فيها علشان يساعدوه في اللي عايز يعمله. وبنعرف ان في شوية ناس اللي انت تعرف عنهم انهم عبدة الشيطان دول. بقى يا سيدي، لما ابليس وقع على الارض قالولك ان المكان اللي وقع فيه ده مهم ومقدس ولازم يفضلوا يحموه ويعملوا عليه مكان بحيث يفضلوا مسيطرين عليه علشان لما ابليس يرجع يروح نازل فيه تاني. وهو اي هبل في دماغ البشر بيخلق لهم خطة ويخليهم يحسوا ان ليهم احقية في امتلاك مكان، زي اليهود كده ما معتقدين ان فلسطين دي ارضهم وحاجة مستحقة. وبعدين بنروح لجامعة تورينو وبنشوف لورا وهي بتقول لدكتور روسو، يا دكتور معلش ممكن تعيد النظر في موضوع رسالتي، انا تعبت فيها جدا وحقيقي مهتم اقدم حاجة مفيدة. قال لها يا بنتي انت مجنونة، عايزة الناس في جامعة تورينو تقعد تسمع واحدة امريكية وهي بتتكلم ازاي فنانين ونحاتين ورسامين ايطاليا كانوا مؤمنين بحاجات كتير غريبة وهم بيملوا الكنائس والمباني بتماثيل الملائكة. قالت له ما دي مش صدفة، اكيد كان في حاجة احنا مش عارفينها وده حصل بسببها. قال لها لا ما فيش حاجة حصلت، كلها خيالات. عامة يعني بقي تعليلي البيت نتناقش في الرسالة في هدوء. قالت له اه البيت، لا يا حبيبي انا بحب الاماكن المفتوحة والزحمة. قال لها انت لابسة دبلة علشان كده يعني، تبعد الرجالة الطليان عنك. قالت له يا ريت نافع والله. وبعدين بنشوف حدث تاريخي في الفاتيكان وانهم بيعرضوا كفن يسوع وان الناس بتتهافت من شتى انحاء العالم علشان تشوف الكفن ده لانه مقدس جدا. وطبعا هو ما ماتش اصلا ولكن صور لهم. بس يلا صناع الفيلم امريكان ودي مش قصتنا احنا، احنا بنلخص بس ومالناش دعوه بالهبل اللي هم بيعرضوه وواعيين للي بيحاولوا يوصلوه من خلال الهبل ده. وبتروح لورا هناك بس علشان حاجه تانيه وبيتسلم على القسيس صاحبها وبيديها كارت انها شغاله هناك علشان تقدر تعدي من الطوابير والزحمه. ولما بيخش وبيوريها الكفن ويقول لها انه شيء مبهر جدا، وبعدين بياخدها للي هي جايه علشانه، تماثيل الملائكة والشياطين اللي عايزة ترسمها علشان ممنوع التصوير هناك وهي عايزة تحطها في الرسالة بتاعتها. وبيحكي لها عن حرب الملائكة والشياطين زمان وبيقول لها ان اي شر في الارض بيكون سببه الشيطان. قالت له اه بس لما بيموت لنا حد مثلا بسبب قتل او كده ما بنبقاش قادرين نرمي اللوم على الشيطان ولا بنركز وقتها ان كل ده بسببه يعني. وبيقول لها واللي جنبنا دي لوحة رسمة واحد من عبدة الشيطان، وبتحكي قصة ان الشيطان هيرجع تاني للارض في شكل اله مزيف. وطبعا هو هنا يقصد المسيح الدجال، بس يعني برا عننا هو يقصد ايه، انا قلت احكي لك بس انه بيحاول يحرف اللي مش عاجبه على كيفه. وبعدين بيسيبها ويمشي وتقعد هي ترسم، وفي نص رسمها بتسمع حد بيندى اسمها، ولما بتلتفت مش بتلاقي حد. وبعدين بنشوف خلاص الباب بتاع المكان هيقفل ومش هيستقبل زوار تاني، بس في واحدة ست بتيجي في الاخر والحارس بيقول لها حظك حلو انت اخر واحد هيدخل يشوف الكفن ده. وبعدين بنشوف الست دي في وسط الفوق بس اتسحبت ودخلت في باب تاني وحارس الكاميرات ما خدش باله منها. وبعدين بنرجع للورا اللي الليل ليل عليها وهي مش حاسة. وبعدين بنشوف الحراس بدأوا يمشوا كل الناس اللي موجودة في المكان علشان خلاص وقت الزيارة خلص. وبعدها بنشوف لورا ومحدش اصلا عارف انها موجودة هنا. ولما قعدت ترسم شوية بنشوف التمثال اللي قدامها بيتحرك بس ما بتشوفوش، بتتخايل بيه وبتتخض وتبص حواليها. وبعدين تلاقي غراب على الشباك ومفتوح وبتقول يخرب بيتك قطعتلي الخلف، وبتقوم تهش. وبعدين بنلاحظ ان في حد جه وخد كشكولها في لمح البصر من غير ما تاخد بالها. ولما بتهش الغراب وتقفل الشباك بيجي الحارس ويقول لها بتعملي ايه هنا، وبعدين بيعرف اللي فيها وبياخد منها الكارت اللي القسيس اداه ليها وبيقول لها تيجي بكره تاني بقى علشان خلاص شطبوا. وهي ماشيه عند الباب بتلاقي الكتاب مش في الشنطه
وبترجع علشان تاخده بتلاقي الحارس في وشها، بس بتظهر الست اللي دخلت وشبه الى عفريت دي وبتستخدم صليب ضخم في قتل الحارس وذبحه. واللورا بتشوف ده وبتجري من الرعب وبتحاول تخرج، بس كل الابواب مقفولة، وفي النهاية بتستخبى في دولاب في قاتل كفن اللي كان بيطرد، ويا رب ما حد يشوفها. وبعدين بتيجي الست وتحاول تجسر الازاز اللي على الكفن علشان تسرقه، وبيجي لاسيس صاحب لورا ويحاول يمنعها، بس بتضربه وتبعده وترميه على الارض وتقتله، وهو بيدعي وبينادي الملاك ميخائيل ينقذه. وبعدها الست بتدب الصليب فيه، وهنا لورا بتعمل صوت غصب عنها، وست بتاخد بالها من وجودها، بس بتكسر الازاز وتاخد الكفن. وبعدين بنشوف رجاله مسلحين داخلين علشان يساعدوا الست، ولما بيدخلوا بتديهم الكفن. وبعدين بتبص ناحيه الدولاب المقفول، وبالله الرجاله فتحته وسحبوها وهيقتلوها، بس بتمنعهم وبتقول لهم هاتوها معانا جايز تكون المختاره. وبعدين بنشوف القسيس وهو بيطلع في الروح، وبيقول لميخائيل ياخد جسمه ويحارب بيه الشيطان، وبنشوف شعاع نور جاي من وحي خيال الكاتب، وبينزل على الصليب اللي في جسمه يعيش القسيس مره تانية، وبيخرج جري علشان يلحق الكفن. وبعدين بيحاولوا يغبطوه ويكملوا وبيجري وراهم، بس في نص الجري بيصيبه حاله غريبه وجسمه كله بيتالم وبيقدرش يكمل وطردتهم. وبعدين بننتقل لطفل بيعزف على الكمان باحترافيه شديده جدا، ولكنه ياسر عبد الرحمن يا جدع. وبعد ما بيخلص بيظهر دكتور ويقول اننا النهارده بنعرض عليكم التاريخ وبنبيعه ليكم، عارفين ميكا فيلي ومايكل انجيلو وجاليلو، كل دول بقى احنا عدناهم للحياه مره تانيه باستخدام الحمض النووي بتاعهم، ودمجوا مع بويضه وحطيناها في رحم واحده واتولدوا من جديد، تقدروا تاخدوهم اطفال وتربوهم عندكم لما يكبروا. وبيبداوا يزايدوا على الطفل اللي معاه الكمانجا وبياخدوه ب 30-40 مليون. وبعدين بيجيبوا مايكل انجيلو وهو رضيع وبيبداوا المزاد عليه ب 40 مليون وبيزيد ل 70، بس مش بنكمل علشان بنشوف الست الشيطانيه جت وخدت الدكتور معاها، وبيروح على المكان اللي وقع فيه ابليس اللي هو حاليا مؤسسه عبده الشيطان، وبتقول له كل اللي انت كنت عايزه هنا، الكفن هنا وفيه الحمض النووي بتاع يسوع. قال لها انا عشت عمري كله ومستني اللحظه دي علشان اعمل المخطط بتاعي، ومش قادر اصدق انها اخيرا جت. وقالت له ان في اربع ستات جبناهم ويشوف الانسب ويختارها. وبعدها بننتقل لورا لما بتفوق بتلاقي نفسها في اوضه ازاز مع ثلاث ستات، وواحده فيهم منهاره وبتصرخ وتعبانه، وعمالين يهدوا فيها بس مفيش فايده، وبيعرفوا انها اتاخدت من الكنيسه ومحدش فاهم هم هنا ليه. بس لورا بتحاول تهدي الست اللي بتسكت شويه الحمد لله. وبعدين لورا بتقول لهم انهم هيحاولوا يتحدوا علشان يخرجوا مع بعض، وفي فتاه ليل قاعده معاهم بتقول لهم مفيش امل، احنا مش هنخرج من هنا، واكيد عايزين يلعبوا معانا لسه عروسه، هم هيخطفونا ليه يعني. وبعدين بيدخل رجاله لابسين لبس غريب، وبتبدا الست تعيط وتصرخ تاني. وبعدين بيصوروا لورا من قريب وبنت تانيه ويمشوا، والحمد لله ان المشهد ده خلص علشان الست دي صدعت دماغي والله. وبنشوف بعدها القسيس الاكبر ومعاه واحد كمان بيتفرجوا على تسجيلات الفاتيكان، وبيشوفوا ماركوني القسيس وهو بيتقتل. وبعدين بنشوفه ظاهر وراهم وبيقول له بسم الله الرحمن الرحيم، انت ايه اللي جابك هنا؟ قال لهم مش مهم فين الحراس بتوع الكفن، انتوا ازاي تسيبوا الناس دي تخش وتاخدوا بسهوله كده؟ قالوا له اللي بيحرس الكفن قسيس مخه مفوت ومعتزل الناس والدنيا بعيد. قال لهم فين يعني؟ قالوا له لما اتجنن راح قعد في مصحه القديس ميخائيل لوحده. قال لهم طيب انا هروح له، بس برضه عايز اعرف مين الست اللي في الكارت دي. قالوا له دي لورا صاحبتك، انت فقدت الذاكره ولا ايه؟ قال لهم يا بهايم انا مش الاب ماركوني اصلا، ماركوني ده تعيشوا انتوا زي ما شفتوا في الفيديو كده. قالوا له طب عايزين نودي لقطات اللي حصل ده للحكومه. قال لهم قولوا ان في قسيس سرقها بعد ما قتلته واحده شيطانيه، او قولوا ضاعت احسن ما تروح انتوا كمان مصحه القديس ميخائيل. في حد فيكم معاه عربيه؟ قالوا له انت معاك. قال لهم طب كويس، يلا انا رايح للراجل ده. وبينزل يقف قدام صف عربيات جامده جدا، وفي الاخر لما بيشغل الريموت بيلاقي عربيته فولكس وبيقول يخرب بيت الزهد، وبيركب وبيروح لمصحه القديس ميخائيل علشان يقابل حامي الكفن. واول ما بيدخل بيقول له مين اللي بعتك ياض؟ وبيفتكره حرامي، بس بيطلع قسيس وبيقول له جاي تعترف ولا ايه؟ قال له لا جاي لك في كارثه. قال له ما انا قلت لكم من زمان وانتم ما سمعتوش كلامي يا متخلفين، اديكم شفتوا النتيجه في الاخر. انت فاكر ان الهدوم والكام جمله اللي انت حافظهم دول هيحموك منه؟ وبعد ما لمسه قال له انت مش قسيس؟ قال له ايوه انا ميخائيل، وركز معايا بقى علشان سرقوا الكفن. قال له طب تعالى معايا. وبعدين وراله بالمنظار مؤسسه عبده الشياطين،
وقالوا انهم بيعملوا اي حاجة تخص الموضوع ده هناك، وفي وحشين مسؤولين عن يرجعوا للارض هنا، وعلى مدار كل السنين اللي فاتت ادوله قرابين اطفال كتير علشان يسيطر على جسمهم ويدخل فيه ويعيش فيه، بس علشان هو غروره وكبرياءه اضخم من كده كان هيدمر الاجسام دي، فما بيقبلش يعيش في جسم زائل او فاني. بس الجسم الوحيد اللي مش هيدمر جسم يسوع، علشان كده سرقوا الكفن علشان يخلقوا طفل مش هيدمر ويسيطر عليه الشيطان وهو في بطن امه وبعدها يرجع يعيش، ويستخدموا العلم في ارجاعه من الحمض النووي الموجود في الكفن بتاعه. قال له يا سلام، اما قصة بنت حرام صحيح؟ طب انا عايز اروح امنع واوقف الهبل ده. قال له ماشي تعالى معايا. وبعدها بنشوف الاربع ستات قاعدين في الاوضة ومرعوبين وبيتكلموا عن مين هيموت فيهم ولا هيموتوا ازاي والسبب اللي جايبينهم هنا علشانه. وبعدها بنشوف ميخائيل مع القسيس في العربية رايحين ناحية مدخل للمؤسسة سري. وبعدها بنشوف ابليس في الجحيم متضايق وبيحاول يخرج، واول ما بيدخل ميخائيل في جسم ضعيف كل ادواته بتضعف هي كمان، وبيقدر ابليس يتحرر من الحاجة اللي ماسكاه ويتحرك براحته. وبعدين بنشوف الدكتور بيقول للست الشيطانية ان كل حاجة جهزت وبقت فل الفل وجاهزين للخطوة اللي بعد كده. وبعدين بيروحوا الرجال علشان يجيبوا الستات، بس الستات بيكونوا عاملين خطة وكل واحدة بتلف الحبل اللي مربوطة بيه على رقبة اللي جاي يمسكها، والخطة بتنجح، بس للأسف بيدخل ناس كتير قوي من بره علشان يمسكوهم، وبياخدوا لورا وواحدة كمان ويدخلوهم أوضة العمليات، والاتنين بيقاوموا جامد، بس بيكون في ناس كتير مكتفاهم وبيقلعوهم ودمهم، ولورا بتقول لهم انتوا بتعملوا فيا ايه. الست جت قالت لها ايه دي يا حبيبتي، احنا بنعمل لك عملية حقن مجهري وهنزرع فيكي طفل ومش اي طفل ما تخافيش. وان لورا قعدت تصرخ وتقاوم وتشتمهم لحد ما خلصوا. وبعدها بنشوف القسيس مع ميخائيل وبيقول له هتقابل جوه وحش الغابة واحد من الوحشين اللي قلتلك عليهم. الوحش ده مفيش تعامل معاه للأسف، بس خد البندقية دي يمكن تعطله شوية، مش هتوقفه بس جايز تعطله وربنا معاك بقى. وبعدين بننتقل لمشهد غريب وكل اللي شغالين في المؤسسة بيتجمعوا، وست بتلبس فستان وبعدين بيلبسوا لورا واللي معاها فساتين فرح، وبيدخل عليهم وحش الغابة وبيعمل حاجة بتوجعهم قوي، وبعدين بيروح ساحبهم في مكان معين وبيحطهم في قفص محطوط فوق فتحة دائرية للجحيم، وبينزل القفص ده تحت شويتين تلاتة وبيبدأ يهجم على لورا والبنت التانية وحش شكلهم مرعب، ومسكوا البنت فتحوا بقها وبتخرج جزء روح إبليس من تحت وتدخل جواها، بس بتقتلها لما مش بتلاقي جسمها مناسب أو متقبل الطفل، وبنتقبل جزء من روح إبليس وبيجربوا مع لورا نفس الكلام ويفتحوا بقها والروح بتدخل منه وتستقر وكل حاجة بتهدى والوحوش بتختفي. ونعرف ان الموضوع نجح وروح إبليس بقت في جسم لورا ومستنية الطفل يتولد علشان تسيطر عليه وهو جواها. بعدين بتخرج لورا بتلاقي الست الشيطانية مستنياها وبتحتفل بيها وبتقول لكل اللي حواليها دي المختارة يا ولاد، مشروعنا بيكمل يا ولاد. وبعدين بنشوفها بتاخدها وتلبسها لبس طبي وتحطها في اوضة، ولورا بتقول لها هو ايه اللي في بطني؟ قالت لها هتعرفي ما تستعجليش، وبتسيبها وتمشي. وبعدين بنشوف ميخائيل ماشي في سرداب تحت الارض وانفاق، وبيوصل لباب بيدخله المكان وبيلاقي فيه اتنين حراس، وبيروح ضارب الاتنين وسارق لبس واحد فيهم وهويته وداخل بيهم المؤسسة علشان محدش يشك فيه. وفضل ماشي لحد ما لقى الكفن بكل سهولة ولفه وحطه في شنطته، وبعدها لقى نفسه قدام الدكتور راح ماسكه ضربه، والدكتور قال له عارف انت اللي هيحصل وعايز توقفه، ها انسى يا حبيبي خلاص ابليس راجع والخطة هتكمل. راح ميخائيل حتفه بعيد وجري على الخزانات اللي فيها الحمض النووي المستخرج وانابيب غاز وفكها كلها، والدكتور كان جري يجيب مساعدة بس ميخائيل ولع شمروخ ورماه في الأوضة، ولما حاولوا يوقفوه بره الأوضة كان الغاز مسك في لهب الشمروخ وولع، وحصل انفجار دمرهم كلهم والإنذار اشتغل. وميخائيل كان شاف لورا في كاميرا المراقبة وقرر ياخدها معاه وراح لها، وأول ما دخل حضنته وقالت له أنا افتكرتك مت، بس ساعتها ميخائيل شاف إبليس وهو فرحان وبيضحك وقال لها في حاجة غلط بتحصل. لما فضلت تزن علشان يمشوا قال لها ايه ده انا مش ماركوني صاحبك اصلا، وراحت واخده البطاقه بتاعته وخرجت تجري منه، وبعدين فتح الباب وجري وراها، وقبل ما يمسكوهم راح ساحبها في اوضه ويكاتم نفسها وقال لها ايه ده انا مش معاهم انا معاكي. قالت له مش دي بتاعت بهاء سلطان؟ قال لها لا اقصد يعني موقفي حاليا منك، انا بس خدت جسم ماركوني هو مات اصلا، انا ميخائيل. المهم انت الناس دي عملوا فيكي ايه؟ قالت له اغتصبوني وحطوا جوايا طفل باين. قال لها طب يلا علشان نهرب من هنا وبعدين نشوف هنعمل ايه،
وخرج وسط كل الانذار اللي مغطي على تركيز الامن وتركيز اي حد بسبب الدوشه. وبعدين وهما بيهربوا لقوا قدامهم الست ليز الشيطانه ورجالتها، واحد من رجالتها حاول يضرب على لورا نار بس مسكت ايده وقتلته. قالت له ده انت خنزير هتموتها، احنا ما صدقنا لقيناها، امسكوه من غير اي ضرب نار، اوعوا يضرها اي حد يا بهايم. وبنشوف ميخائيل خدها وجري بيها على الباب اللي جه منه، بس هم خارجين يتحشروا في حته، ولما خرج اول حاجه عملها خبى الكفن. وبعدين حاولت تخرج بس ظهر وحشه قدام ميخائيل، ففضلت مكانها لحد ما تشوف هيعملوا ايه. وبعدين ميلاني ليز مسكتها وشدتها وقالت لها اقتلك والله يا لورا، قالت لها ولا تقدري تلمسيني اصلا يا وش البومانتي. وبعدين بنشوف ميخائيل مع الوحش وهو تقريبا وقع خلاص لان جسمه ضعيف، وليز بتاخد لورا تحطها في السرير بتاعها تاني بعد ما بتربطها كويس علشان ما تهربش. وبعدها بنروح لميخائيل اللي اتربط في الحيطه واتجنزر من الوحش، بس بيحاول يستخدم شويه قوه من اللي ينفع يستخدمها في الجسم ده وبيفك السلاسل والجنازير. وبعدين بيروح للبوابه اللي بتفصل بين الجحيم والارض ويفتحها وبينزل، واول ما بينزل مساعدين ابليس بيقولوا يا اولاد على الزمن اللي حط سيدنا هنا جه بنفسه وفي جسم زائل، وقالوا له ان ابليس خلاص راح بره للارض مع الهالكين، واحنا هننضم ليه لما يسمح الوقت، ودلوقتي جه دورك علشان تتعفن في الجحيم زي ما حبسته سنين. وبيربطوه ويحبسوه بسيف لوسيفر. وبعدين بنشوف لورا وهي بتعمل سونار، وليز بتقول لها الطفل هياكل من بطنك حته والله، بصي في السونار حتى. وبتبص وبتلاقيه بيكلمها وبينده عليها وبتتخض من اللي حصل، وبنعرف انه كان حلم. ولما فاقت مغضوضه ليز بتقول لها ايه كلمك، وبعدين بتقول لها لورا انا مش عايزاكي تتضايقي، انا هحكي لك قصه كده، تخيلي ان في بطل مغوار بيحب الحريه وعايز كل الناس تبقى احرار، وجي حد عايز يخنقه، ولما حاربوا البطل ده حبسوه واتهموه بال. لورا هنا قطعتها وقالت لها اسفه مش عايز اسمع قصه ابليس، وهي ميت فابريكا ومفيش حاجه اسمها حد يبقى حر، احنا مش في الشارع، الشيطان ما ارتصك بس انتوا كلكم هتبقوا في النار يعني. راحت ضربها على وشها وقالت لها براحتك، بس لما تخلفي هتبقي حره زي ما انت عايزه وبشكل انت مش متخيلاه كمان. وبعدين بنشوف ميخائيل في الجحيم مربوط وبيظهر اطفال بيقول لهم انتوا مين؟ قالوا له احنا القرابين اللي كانوا بيرمونا لابليس وما بيرضاش ياخدنا. قال لهم طب انقذوني، هاتوا السيف بتاعي وهقدر اتصرف، ووصف لهم السيف. وفي واحده قالت له اه عارفين سيف بالمواصفات دي، وواحد قال لها بس يا بنتي هنثق في ملاك ولا ايه؟ كانوا انقذونا من الاول. وبعدين بيجروا اول ما بيسمعوا حد بيقرب منهم. وبعدين بننتقل لورا اللي بطنها كبرت وخلاص قربت تولد، وبعدين بنشوفها وهي واقفه في الاوضه والروح خرجت منها تكلمها وتطمن عليها، وبتقول لها ان ليز بتغير منها. قالت له يا راجل؟ قال لها اه علشان كان نفسها دايما تكون مكانك، وبرضه خايف عليكي منها ومن كل الممرضين. قالت له انت ابني؟ قال لها لا انا اللي بخطط لكل ده ومديكي ابنك ده. قالت له انا بكره ليز دي. قال لها ما تلاقيش، هي هتساعدنا، بس عامة لو عايزة تقتليها بعدين مفيش مشكلة، اخليكي تقتليها اهم حاجة تبقي مبسوطة. وبعدين بتنام وبتعدي الايام وبتحلم بالطفل، وليز كل يوم بتتضايق منها اكثر، وبتقول لهم انا حاسة الطفل تعبها مش عارفة ليه، ما ننزله او نولدها بدري. ودخل عليها ممرض بس مرة واحدة الطفل بيسيطر عليه الروح، وبعدين قوته بتظهر عليها وبتمسك الممرض وتقتله، وبيخرج برا الاوضة وهو بيطلع في الروح، بس بتجري وراه والروح مسيطرة عليها وبتفضل تضربه لحد ما يموت. وبعدين لورا بترجع تاني وبتقول يا نهار ازرق ايه اللي عمل كده، انا مش هينفع اسيبك تعيش كده، لازم اقتلك. وبيكون الحرس جم علشان يمسكوها بس بتجري منهم بسرعة، وبتدخل اوضة من الاوض وتقفل عليها الباب، وبتشرب ازازة كلور كاملة غصب عنها علشان الطفل يموت او تموت هي كمان ونخلص بقى. بس بتدخل ليز وبتمنعها، والطفل والروح بيخلوها ترجع اللي شربته، وليز بتقول لها يا بنت الكلب بترفص النعمة وعايزة تبوظي مخطط بنخطط ليه من اجيال، انت لازم تموتي، انا هقتلك بعد ما كل ده يخلص والله. وبعدين بتيجي تخرج بس بتتفاجئ ان لورا بتستخدم قوتها وبتقفل الباب، وبيجري البيس يشدها ويقول لها كانت هتموتني وانت قاعده بتتفرجي يا بنت الكلب، انت وقفت كتير قوي جنبي بس خلاص صبري نفذ وغلطاتك كبرت، لمي نفسك وركزي علشان ما زعلكيش. وبقى في حاجه مش حاببها، والطفل بدا يحب لورا للاسف، ومش عارف ده هيخلي فيه مشكله ولا لا، بس لازم لورا تموت اول ما تولد. ومشي وهو خارج بيقول للدكتور وانت خلص علشان تخرجني من بطنها بامان، وركز علشان ما اقتلكش. وبعدين بتيجي لحظه الولاده اللي كلنا منتظرينها،
وبعدين بنشوف الدكتور وليز بيجهزوا اللورة، وبنشوف لورا وهي تعبانة جدا وحلقين لها شعرها وبيحطوها في صندوق ويقفلوا عليها ويسيبوها. وبعدين بننزل للجحيم تاني وبنشوف ميخائيل وهو لسه محبوس ومش عارف يهرب، وبنشوف إبليس نزل من فوق لي قال له انا جاي ودعك علشان احرر نفسي واحرر كل اللي معايا. قال له انت بتضحك عليا ولا على نفسك يا حبيب اخوك؟ هو انت هتحرر حد او عايز حد يتحرر؟ انت عايز تغويهم علشان يفضلوا محبوسين في النار زيك ويتحبسوا معاك. وبعدين بيقول له لا اتحرر واسيطر على اغلى طفل، هسيطر على يسوع مش اي جسم زي اللي جولي قبل كده. ومشي وسابه. وبعدين بدأت وحوش إبليس تتحرك ناحيته ببطء. وبعدين بيشوف الأطفال وبيقول لهم أنا لو خدت سيفي هقدر أوقف كل اللي بيضركم هنا وهقدر أرجعكم. وفضلوا شاكين، وفي واحد عمال يشكك فيه، بس خلاص إبليس كان هيكسب فالباقي ما كانش عنده وقت يفكر. وبعدين في الآخر زهقوا وراحوا جابوا له السيف بتاعه ولحق ياخده في الآخر الحمد لله، ودمر الناس اللي بتدعم إبليس وقال لهم ما تلاقوش يا رجالة هطلع أدمر كل اللي فوق ده وأرجع أطلعكم زي ما وعدتكم. وبيرجع الجسم الى سيس، وبعدين بياخد الكفن معاه في الشنطة وبيضرب حارس او اتنين، وبعدين بيخش الاوضة عند لورا وبيقولها تفوق، بس بيلاقي ابليس بيرد عليه وبيقول له لورا مش هنا يا حبيب، لورا انا اللي هنا. وبعدين بيحاول يقول لها انها هنا بس لازم تقاومه وتسيطر على جسمها، وان الطفل ده مش زي ما هو فاكر، وبياخدها ويخرج بيها برا المكان علشان يهرب، بس الحراس بيقابلوه وبعدين بيهرب منهم عادي. وبعدها على طول بيتفتح الصندوق بس بيطير بعيد، وبيشد ابليس ويحاول يقتله وهو بيطلع في الروح. قال له ان ده عامة مش اي طفل، ده طفل مولود من دم ازلي ومستحيل يسيطر عليه، الطفل فيه خطر ليه مش في صالحه زي ما هو فاكر. وبعدين بيغمى عليه وبتيجي ليز والحراس ياخدوها ويولدوها وياخدوا الطفل ويسيبوها تقع في حفرة الجحيم. وبعدين بتخرج بيه ليز برا وبتقول انها هتعمده بالدم مش بالمية، وبتقتل كل الناس اللي موجودة في المكان بالحراس كمان علشان محدش يعيش ويحكي القصة خالص. والدكتور بعدها بيقول له النبي موتيني علشان ابقى شاركت في العظمة دي. قالت له خد المسو وتبارك بيه وبعدين اقتلك، وبتعمل كده فعلا وبتاخد الطفل وتمشي، وبتأكد على وحش الغابة يقتل اي حد عايش في المؤسسة كلها. وبعدين بيروح لميخائيل اللي قاوم وقام وراح لحفرة الجحيم علشان يلحق الوحوش اللي هتخرج منه للأرض تساند إبليس. وبيخرج لورا اللي جوه وبيخرجوا ورا الليز والطفل، وبتقول له أرجوك يا ميخائيل ما تأذيش الطفل. قال لها يا وليه يا مجنونة ده مش إبليس، ده يسوع، وهيفضل حابس إبليس جواه والطفل هياخد نفس مصير يسوع. إبليس مش هو اللي اختار لورا، ربنا اللي اختارها. وخدوا الكفن والولد وركبوا العربية، وقبل ما يمشوا بيدخل ميخائيل يفجر بوابة الجحيم. والأساسي اللي في مصحة القديس ميخائيل بيشوف الانفجار وبيروح لهم وبيرجعوا الكفن تاني مكانه، وبياخدوا اللورا والطفل للفاتيكان. وبعدين بنشوف ميخائيل راح علشان يحرر الأطفال من الجحيم زي ما وعدهم قبل كده. وبعدها بسنين كتير بنشوف الطفل لما كبر، وبنشوف ليز وراه بتتابعه، وأول ما بتنادي عليه إبليس بيخرج دخان الروح منه، بس ما بتعرفش تتكلم، وبتعرف فعلا انه اتحبس جواه ومخططها فشل. وطبعا الفيلم ده كله عبسي، فانا وفرت عليك علشان ما تضيعش وقتك فيه. وزي ما بقولك كل مرة قولنا اسم الفيلم اللي عايزنا نلخصه في الكومنتات، وعلى فيلم هيجيب لايكات هنلخصه ان شاء الله.